الفكري تولد من رسالات الأئمة والهداة ومنابع القرآن والسنن القويمة واجتهادات التقاة، لا من كتابات الأرازل وابتكارات العقول الآسنات. فكري أصيل النبت قدسي المناهج والأصول، من وحي الإله من عند جبرائيل من عند الرسول. فكري جبال لن تزول، أنا والتحدي والثبات والرافعين أكفهم هل من أفول. أمضي ولا أولي عزيزا نحو ساحات الكمال، وعبد الطرقات للزحف التي يأتي غدا متوشحا سيف النضال. لن أنحني لن أنسني لن أركنا من بعد أن خط الإله توجهي، وعرفت من بين المذاهب مذهبي نورا يشو على الدنا، طهر سماوي البنا فيض تدفق ها هنا. إني أحب الأولياء جميعهم لا فرق عندي بين ذا والثاني، لكن بشيخ طريقتي من بينهم قدر يفسره للعرفان. قل للذين يفاخرون بقومهم جهلا فليس البدر كالدبران، والبدر يظهر للأنام هلاله من مغرب لا من محل ثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، والتحية للطلاب وطالبات جامعة النيل الأزرق الملتفة حول هذه الفعالية أو هذا المنبر للجماعة السلفية، ثم التحية للجماعة السلفية اللي أتاحوا لنا هذه السانحة أو هذه الفرصة. فأنا شايف يمكن الجماعة مما جاءت حاكة في مواضيع الطوائف الدينية والجماعات السياسية في الإطار ده. فأول حاجة سؤال خطوا معاك بعدين في الإجابة، إتو سلفية؟ فنين حسب معلوماتنا إتو كلكم كنتم أنصار السنة فيما مضى، فتفرغتوا ما تفرغتوا وتقسمتوا ما تقسمتوا التقسيمات اللي عارفينها إتو لسرورية وسلفية وأنصار السنة وجماعة الكتاب والسنة وجماعة اللا جماعة، ما عارف بقيتوا أكثر من 73. أول حاجة إتو الفرق اللي خلاكم تختلفوا بيناتكم شنو تتقسموا. محمد مصطفى عبد القادر يسي في 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 جماعة، وجماعة يسي في محمد مصطفى عبد القادر، وشهاب عوض حمدان وناس مزمل الفقيري في اتجاه بيسيوا في ناس شيخ عبد الحي يوسف. فأنا ما عارف أول حاجة التقسيمات دي شنو، لأن أنتوا الآن بيتكلموا من قبل عن جماعة وجماعة وجماعة، وما في جماعة في الكتاب وما في جماعة في السنة وما في جماعة في الدين وما في أحزاب. كلام بدون مرجعية، كلام لا أساس له، كلام ما عنده أي أصول. فإنتوا لو ما في جماعة إنتوا شنو؟ إنتوا الآن بتقولوا الجماعة السلفية، إنتوا جماعتكم دي جماعة والجماعة الباقية شنو يعني؟ بعدين تكلمتوا عن إنه كل الأحزاب وكل الجماعات الإسلامية مرجعيتها ما الأساس، ما الكتاب والسنة اللي قال لك من يازل؟ ليه الجماعات الإسلامية كلها سواء كان الأخوان المسلمين أو الصوفية، كل الجماعات اللي ذكرتها أنت مرجعيتها من الكتاب والسنة، وأنت كيف الكتاب والسنة؟ ما الليلة الصوفية دي المعروفين في العالم كله بالشيل بنشروه من الدين، هنا في السودان معروفة الصوفية ما فعلته من نشر الدين الإسلامي، خلاوية المنشورة في كل أنحاء البلاد في السودان، دي كله ما كتاب والسنة شنو يعني؟ بيعلموا في الناس شنو؟ معروف الليلة في السودان في ما أقل من 350 خلوة بتاع طرق صوفية مفتوحة، كلهم بيعلموا بيحفظوا في القرآن الكريم وعلوم الدين وعلوم السنة والتفسير. تجي تقول لنا كلهم منهجهم الكتاب والسنة، يكون منهجهم شنو يعني؟
بعدين خرافاتك اللي بتجيبها لنا هنا دي، خرافاتك اللي بتجيبها لنا هنا دي، الشيخ قال ومنو قال يا زول هوي. شوف يا جماعة، نحن معروف أن الجماعة السلفية أو أنصار السنة ذا كلهم مما جو لتحريف هذا الدين، جو يفرغوا الأمة دي، يطلعوا ده باطل وده كافر وده مشرك وده بدعي وده ضلالي وهم الصح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، الفرقة الناجية. سيدنا النبي قال ما عليه أنا وأصحابي، الفرقة التي تتبع الكتاب والسنة، بمعنى أنت ما عليك، ما عندك حق تجد تطلع الصوفية أو الأخوان المسلمين أو نيف من الطوائف تطلعهم ديال بر الكتاب والسنة. أنا كأخ مسلم أو أنا كصوفي أو أنا ما أنا عليه ممكن أكون متبع الكتاب والسنة. أنا ما بقول لك في كل الجماعات الطوائف والجماعات في انحراف، وهذا ما بيؤدي إلى هو ما يستقيم بالكتاب والسنة. أنصار السنة زاد فيها انحراف، ويتكلمت عن إنه داعش قال هي كلهم بيطبعوا أو طالعة أشيل بيعملوه ده من كلام سيد قطب في كتاب معلم الطريق. ونحن سمعنا برضو الكلباني إمام الحرم المكي قال التصرفات التي تفعله داعش، وداعش تتبع منهجنا السلفي، داعش تتبع منهجنا السلفي نحن كسلفية. فهنالك منا من يدافع عن داعش، وإنت ليه بتقول دافع داعش؟ بتنتهج منهج الأخوان المسلمين في كتاب معلم الطريق للإمام سيد قطب. إنت برضو بتختلف مع الكلباني، ولا الكلباني برا وإنت براك، ولا برضو ضاعت أنصار سنة؟ إنت تكلمت عن الطريقة التجانية بطريقة يعني واسعة، فنحن ربنا سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بمعنى الولي اللي ربنا وصفه في كتابه الكريم، إنت ما من حقك تجي تنقض ولي تقول ده ما ولي، وتولي بطريقتك اللي انت عايزها وبطريقتك اللي بتشوفها انت مناسبه. ومنو قال لك البرعي ما ولي والشيخ التجاني ما ولي والشيخ السماني ما ولي والشيخ المكاشفي ما ولي؟ انت الحرقك سني في الناس متلمين حولهم وبيعلموا في الناس ونشروا العلوم الدينيه في كل انحاء البلاد بل في كل العالم. الطريقه التجانيه اللي بيتكلم عنها انت يعني ما نشرته من الدين في غرب افريقيا وشرق افريقيا والعالم العربي والاسلامي مشهود له، وانت بتعرف الكلام ده. الطرق الصوفيه كلها معروفه على مدار التاريخ مساهمتها شنو في نشر الدعوه الاسلاميه وفي تعليم الامه. انت عملت شنو يا سلفي غير تكفير الناس وتطلع الناس البدعين وضلالين؟ انت مساحتك الان بيتكلم فيها دي، الان المساحه اتكلم فيها ساعتين دي، لو جيت اديتنا نحن دي المحتاجين لحاجات كلنا كطلبه كمسلمين، محتاجين لان احنا كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج، كيف نتطهر، كيف نتوضا. من تجينا هنا ساعتين ده قال وده قال كلها مقالات وقوالات وكلام ما له اساس. وانا يعني ممكن يكون كلامك ده محرفه، انت قلت كلام الان قبل قلت الشيخ التجاني قال صلاه الفاتح تعادل 600 من القران الكريم، ده كذب وافتراء على الشيخ التجاني. ما في كلام زي ده، ما في كلام زي ده في كتب التجانيه بلا، ما في نهايه، ما في، ده كلام مفترى عليهم وكذب. والشيخ التجاني رضي الله عنه قال يكذب علي اذا سمعت عني فزنوه بميزان الشرع، فان وافق فاعملوا به وان عرض الشرع فاتركوه. لانه يا جماعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاته وكجا ربنا رسله برسالة المحمدية والقرآن الكريم والنبي لا ينطق عن الهوى. المشركين عارضوه ما عارضوه وعانى ما عانى في صال الدعوة. فمعروفين يا جماعة أهل الحق لما يجوا
بيلقوا الناس اللي بيعارضوهم وبيعارضوا حجتهم وبيعارضوا دعوتهم بكل الادعاءات الكاذبة حتى يشوشوا منهجهم الصحيح عن الأمة. كلمت عن الأخير اللي تكلم قال ما في حاجة اسمها طريق أو سبيل، قال فلا تتبعوا السبل فتفرغوا بكم عن سبيلي في الآية القرآنية. وربنا ما قال برضو في الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما الفرق بين السبيل والسبيل؟ يعني كده فرق لي السبيلين. هنا سبيل ربنا منع إننا نتبع السبل، وهنا ربنا قال يهدي من جاهد فيه يهديه السبيل. وربنا قال إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، دي ما كلها طرق. ومنو قال لك جماعات في الدين ما في يا زول؟ منو قال لك جماعات ما في؟ بس ما اتكلمنا لا يجوز ولا يجوز. طلع لي لا جبتها من وين لا يجوز دي؟ ما جبتها من وين؟ منو قال لك ما في جماعات؟ طلع لي لا يجوز دي بس من وين جبتها؟ كتبك دي كلها طلع علي. الحديث بتاع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن انه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، دي في رواية، ومن رآني في المنام فسيراني في اليقظة، والحافظ في الفتح فسر بأنه هذا الحديث جاء بثلاث روايات، جاء بثلاث روايات بأنه فسيراني فقد رآني ورآني. انتوا مذكرين بس في حاجة مسكتوها ولا حفظوكم؟ لا ما عارف. أنا الليلة أنا أخو مسلمة بجي بقول عندي مرجع الكتاب والسنة، أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله وقائد دربنا الهادي محمدنا رسول الله وأهلي أمة الإسلام هم أهلي وحزب الله وداري موطن الإسلام ما دوى نداء الله وزادي بعد توحيدي ونعم زاد تقوى الله. دي يكون ما توحيد وما كتاب والسنة، وانت كتاب وسنة؟ ما هي جماعته إلا كان بتخم الناس ويسمعني إنه أنا كحزب سياسي أو كجماعة إسلامية بخم في الناس، وانت كجماعة سلفية ما بتخم في الناس. نحن والله نعلم بأنه كل الجماعات الإسلامية أو الطوائف الدينية هي جماعات تستند على الكتاب والسنة، هنالك جماعات منحرفة، جماعات منحرفة، فأي جماعة فيها جماعة منهم منحرفين. في الصوفية في الذين أخذوا التصوف عن طريق الجهل، ديل محتاجين لتوعية وعلم، لكن التصوف الصحيح معروف ومشهود. الإمام الشافعي قال عن التصوف من تصوف ولم يتفقه فقد تفسق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تزندغ، ومن تصوف وتفقه فقد تحقق. نحن معروفين يا جماعة يعني الطرق الصوفية ما كلها باطلة، وهي أصلا ما باطلة. في ناس جو دخلوا عن طريق التصوف، دخلوا الصوفية عن طريق الجهل، ديل الشوه في التصوف. فمعروفين الشيوخ أو العلماء، علماء الأمة من السلف الصالح، ما سلفكم انتوا ديل، من السلف الصالح كلهم من أهل السنة والجماعة من المنهج الصوفي، سواء كان الأشاعرة والماتريدية وكل الناس ديل. انتوا ما بتعرفوا الحاجات دي، لو عندكم رؤية في الحاجات دي الإمام النووي من المالكية وما تريدي، عشان نحن ما نتكلم ساي هنا سلف وسلف وجماعة وجماعة، في حين انه انتوا جماعة وانقسمتوا من جماعة وبقيتوا 6 ولا 7 ولا 12 ما عارف. فشاكر المقدر لهذه الفرصة، لكم التحية، وفي النهاية بقول تالله ما الطغيان يهزم دعوتي يوما، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد ألهب أضلع بالصوت،
ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. دمتم ودام من أبرارك، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، أنا في نقطة مهمة جدا يعني حاول يؤكد عليها الكادر بتاع الأخوان المسلمين، وهي نقطة مهمة جدا وتنبني عليها بقية النقاط في الرد عليك، وهي مسألة المرجعية. ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى وين؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنت تكلمت عن مسألة المرجعية، إن الناس كلها بتقول الكتاب والسنة، الصوفية بيقولوا الكتاب والسنة، وغير من الجماعات إخوان مسلمين وغيرهم بيقولوا الكتاب والسنة، وده سبب الخلاف، إنه بماذا يفهم الكتاب والسنة؟ الخوارج ناس داعش اللي بتنبس فوقهم ديل ما بيطلع فوق بيجي يقول أنا النظرية بتاعتي من راسيانة، أنا بسمع يقول لك مثلا من أوباما، لا ما بقول لك كده، بيطلع المنبر بيقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بكفر الناس، بيقوم يقتلك، يقتل أبوه وأمه. ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. هذا استدل بشنو؟ بالإنجيل؟ استدل بالقرآن. طيب الحل شنو؟ أي مخلوق في الدنيا ده ينادي لك الفكي، ينادي البرعي والكباش وغيره ويقول لك مثلا، يجيب لك آية وهو فاهمة. المرجع شنو؟ شان الأمة ما تختلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لسه حيحصل تفرق، وانا جايك لنقاطك كلها ان شاء الله، حيحصل تفرق ثاني. المرجعية شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحديث الذي ذكرته قبل بتاع الفرق وحاولت تهتر به، النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أنصار السنة يا ربي، الأخوان المسلمين، التجانية، النقشبدية، السهروردية، العجلاتية، دي كلها طرق قاعدة موجودة. لسه أنا جايك، أنا لسه قاعد أفضي في العربية، فهمت؟ كلها طرق قاعدة موجودة. المرجع شنو يا أخوانا؟ أنا زول مسلم ما داير خلاف. المرجع شنو؟ المرجع شنو؟ المرجع النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا كيف؟ تسوي زيهم كده. انت شنو؟ انت ناجي. اما انصار سنة، نحن انصار سنة ما انصار سنة، ما انصار السنة. نحن المفروض تمسك كلامنا، انت شكلك متابع النت كويس، فهمت؟ ال 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 الكلام اللي بنقوله مفروض تعرضه على الكتاب والسنة، دي نمرة واحد. نمرة اثنان، الكلام بتاعك كان كلام عاطفي ما كان كلام علمي. انت الان اول حاجة في كلية هي من أعرق الكليات، كلية التربية، وهي من أخطر الكليات من حيث المهمة، لأنه زول بتاع كلية التربية ده ممكن يطلع عليه المجتمع كله داعش، ممكن يطلع عليه المجتمع كله شيوعي، ممكن يطلع عليه المجتمع كله متطرف إلى آخر. فلا بد يا أخواننا، الزول بتاع الطالب في كلية التربية اللي هو أستاذ ومربي هذه الأجيال لا بد يكون عنده ثقافة ويتناقش ويتناظر في الأمور بعلمية. أما تقول لي الكتاب ده ما هو وده ما الكتاب، انت ما تفتح الكتاب في قنبلة جوا خايف من داعش؟ احنا ما داعش، انت مفروض يكون نقاشك علمي. طيب انا لسه ما جيتك، طيب نجي، انا مريت ورقتين وكلهم كلام فارغ ساكت، شبهات معروفة. طيب قال
وطبعا برضو يعني المشكله انه ده اللي قدام حيطلع علينا استاذ وما بيعرف يجر الفا ما بيعرف يرفع الفعل. قال وفي التاريخ بر يميني، دي القصيده بتاعت يوسف القرضاوي قاعده. قال وفي التاريخ، يا اخوانا انتوا قريتوا في الاجروميه ولا في الفيه ابن مالك ولا في الفيه ابن معطي ولا في غيره؟ الفيه دي بتعمل شنو؟ طيب لما انا اجر التاريخ بيكون عامل كيف التاريخ؟ بيكون فيه كسره من تحت مش؟ فانت كاخو مسلم ما ممكن برضو كمان تغير لنا اللغه العربيه، برضو دي حرفنا حرف الجر حرفناه؟ ما حرفنا، ليس انا ما جيتك. طيب قال قال كنت انصار سنه وتفرقت الى سروريه وجماعه الله جماعه وكذا وكذا. انا قلت لك المرجع وين؟ المرجع وين يا اخوانا؟ كتاب وسنه بفهم الصحابه. طيب كنا انصار سنه، انا اللي قدامك ده كنت انصار سنه وخليته. ليه؟ لانه بقى يصاحبوك انت شايف نفسك، شفت منهجك ده خربان كيف؟ لانه بقى يصاحبوك، انا مرقت منهم. شوف منهج الدعوه السلفيه ودعوه الانبياء والمرسلين جاءت باصلين، ديل بتعرفهم كيف؟ بتعرفهم بحاجه اسمها الاستقراء. قال جيب لي من الكتب بتاعتك دي لا يجوز، دي من الفاظ العلماء. جيب لي من القران والسنه كلمه فرائض الوضوء، تقدر تجيبها من القران والسنه؟ كلمه فرائض، يعني يقول لك فرائض الوضوء كذا، سنن الوضوء كذا، فرائض الصلاه كذا، مبطلات الحج كذا، محظورات الاحرام كذا، كلمه محظورات ومبطلات وكذا، جيبها لي من الكتاب والسنه. جيبها، ما بتقدر تجيبها، ده اسمه الاستقراء والتتبع. الاستقراء معناه شنو؟ معناه أباري النصوص بتاعت الشريعة في مسألة من المسائل. ألقى النصوص تكلمت وقسمت هذه المسألة مثلا إلى قسمين أو ثلاثة. زي حروف الجر، العلماء قالوا مثلا قروا اللغة العربية، قروا المعلقات إلى آخر، مرقوا منها شنو؟ مرقوا منها حروف الجر يا هدلة في اللغة العربية. العطف هدلة كذا وهكذا. طيب بالاستقراء دي المسألة دي. طيب نرجع لكلامنا، أنصار السنة بيجوا يصاحبوا الأخوان المسلمين وبيجوا يكرموا الصوفية الطريقة السمانية والتيجانية وغيرهم من الطرق. فنحن خليناهم، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، أنا بديك آيات، ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ما بيجوز لك. وربنا قال في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. العلماء استدلوا بهذه الآيات على إنه ما يجوز مجالسة أهل الضلال والبدع. أنا ما أديتك الفرصة كاملة، تخليني أتم وما في داعي تشوش، لأنه ده لا من القرآن ولا من السنة ولا من الأدبيات بتاعت المنابر. أديك من القرآن أديك، مفروض تكون كأخو مسلم، أنت قلت دستوري كتاب الله، ولا دي وهم ساي في شكل قلبه؟ ده دستورك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، في القرآن الكريم اللي أنت قلت دستور، دستور معناه شنو يا أخوانا؟ معناه شنو دستور؟ معناه بيحكمك صح؟ ربنا قال في القرآن الذين يستمعون القول، أول حاجة بيعملوا شنو؟ بيستمعوا، بعد ذاك شنو؟ فيتبعون أحسنه. القصة بتاعت أبو الوليد لما جل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له جيت بموضوع سفهت احلامنا زي كلام الوده. هسي مش قال فرقت الناس وكذا؟ ده نفس كلام ابو الوليد الكافر، انا لكن ما بقول الوده كافر، هو مسلم لكن جاهل، وجهله مركب المشكله، عشان كده بيحتاج الى صواميل نفكفك له وموضوع طويل. فذاك جاء للنبي عليه الصلاه والسلام قال له لقد جئت بامر فرقت به، انا بديك مراجع لو دارك، الكلام ده لو دار ترجع ارجع للسيره النبويه لابن هشام. هنا موجودة في المكتب ولا ما موجودة؟ غالبا بتكون موجودة، أو السيرة النبوية لابن كثير أو للإمام الطبري، تاريخ الأمم والملوك أو غيره. أنت الليلة تورطت يا ولد، ورطت الأخوان المسلمين بمراجع. لو أنت شاك في كلامي زي ما كذبت ديل، أمشي المكتبة دي لو في بس بمرق لك. وموجود في تفسير ابن كثير في تفسير سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى آخر الآية. القصة موجودة، لو في تفسير ابن كثير جيبها سنمرق لك. طيب موضوع ده اتحسب. طيب فالشاهد من الكلام انه الرسل جاء لموضوعين، الموضوع الاول دعوة الناس الى العقيدة والنهي عن الشرك. ليه يا اخواننا؟ لانه ربنا حذر من الشرك
أفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بأصل لك بعد ذلك برجع لك للكتب والوهمة بتاعتنا محرفة ومدسوسة. طيب ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 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 الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. المعنى بتاع الآية شنو؟ ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم خليها للرسول عليه الصلاة والسلام لو وقعت في الشرك بحبط أعمالك وأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم زي أعمالنا أخواننا. الرسول صلى الله عليه وسلم لو صلى ركعتين أنت لو صليت 11 مليون ركعة بتحصلين؟ ما بتحصلين. الصوفية عملوا خلاوة حفظوا الناس القرآن الكلام ده كله عمله، لكن أين اتباع القرآن؟ قال الله في القرآن ده يوم القيامة وقال الرسول يا ربي، وهذه العلماء سموها بشكوى الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. كويس كويس. فالشكوى للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الله سبحانه وتعالى، ربنا قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هجران القرآن العلماء قالوا ترك التلاوة، ومن الهجران ترك التدبر، ومن الهجران ترك العمل بالقرآن، ترك العمل وتطبيق القرآن. طيب قال كلامك في عبد الحي ما عنده أصول. لا عنده أصول، أنت قال داعش مرقوا من وين؟ أنت أخونا بتنبس حاجة وما عارفة معليش. يعني داعش ديل مرقوا من واحد اسمه سيد قطب. أنا أجيك للكتب، وقال لي الكتب دي الكتب دي قال لي دي كتب محرفة ومدسوسة. الكتب دي أنا اشتريتها قبل أسبوعين من الدار السودانية للكتب. أنت من المسجد الكبير الخرطوم تمشي شرق طوال جنب غابر الأتراك، ودي الفواتير حقتهم. طيب نفترض أنه أنا كذاب، الآن أنا قاعد هنا إن شاء الله نمشي ونصلي ونجي بعدين لغاية العصر بإذن الله. من حقك يا أخوانا، الزول لازم يكون فاهم، من حقك لو زول حرف في كتبك، أنت قلت أخو مسلم لو حرف في كتبك حاجة من حقك تمشي تفتح فيه بلاء ناس الشرطة بودوها محكمة تسمى بمحكمة حقوق الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية دي شنو؟ يعني المؤلف ده المؤلفات دي عندها أرقام إيداع عرفتها؟ وقال لك يطلب هنا مطبوع بورق، يطلب من الدار في السودان من الدار السودانية للكتب. لو دار تعال اقرا، ولو في طالب دار يقرا ما مشكلة تعال اقرا. أنا ما ممكن أجيب لك كتب وأنت شايل الدياقة تقول لي لا محرر. وطيب داعش برضه ممكن يقول لك محرر ما تكلم. هذه حلها كيف؟ عرفتها؟ فهذه لها الفواتير. هذه لها واشتريناها بقروش دي ب 220 جنيه وكتب سيد قطب ب 69 جنيه. طيب نجي للكلام الذكر لك قبيل اخونا يسري في مساله التكفير. الحمد لله انت الليله تكلمت لنا عن منهج الاخوان المسلمين، عشان ثاني ما في اخو مسلم يتكلم، والله ثاني ما في اخو مسلم باذن الله يكون عنده وش يتكلم. طيب ده كتاب، والكلام ده مش اعترف مش احنا اعترف به والقرضاوي. تقدر تقول القرضاوي محرف؟ برضه حرفنا القرضاوي. القرضاوي ده من شيوخ الاخوان المسلمين. طيب هنا الكتاب ده صفحه 98 صفحة 98 قال ولكن ما هو المجتمع الجاهلي. الكلام ده أخواننا ده كلام الخوارج. قال ما هو المجتمع الجاهلي؟ قال إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. ده تعريفه له. طيب أهجا شنو؟ قال وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا. ده سيد قطب اللي هو كبير من كبارات الأخوان المسلمين، ده شيخك ما بتقدر تنكره أصلا. طيب قال تدخل فيه المجتمعات الشيوعية وتكلم عن الشيوعية، قال وتدخل فيه المجتمعات الوثنية وتكلم عن الوثنية، وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية وتكلم عنهم، وكلامهم هنا ما في إشكال. طيب وقال وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. يعني الناس الموجودين اليوم ديل عند سيد قطب ديل ناس كفار. من الكتاب ده مرق جماعة التكفير والهجرة أسس واحد اسمه شكري مصطفى. أنا بديك تاريخ، أنت ما غشوك بالأناشيد. أنا المسلم لا أحمل للناس سوى الحب، غزير الدمع في المعراب وليس الغالب في الحرب. أنت غشوك بالحماسة،
الإسلام ولا بد ننصر الإسلام. وشنو ودوك؟ يمكن يدوك الكتاب أو ممكن ما يدوك له، فهمت؟ غشوك به، خشيت وانت ما عارف جوا الكتاب ده في شنو. سيد قطب ألف الكتاب ده في السجن سنة 54 ألف كتاب ظلال القرآن مع واحد اسمه شكري مصطفى، أسس جماعة التكفير والهجرة، عمره كان 23 سنة. بعد ذاك مرقوا في الجبال بتاعت مصر، لأنه سيد قطب مصري، وقاموا قالوا المجتمع كله كافر وكله مرتد. وأنا بديك الكلام من كلام سيد قطب، أصل لهم الكلام ده، إنه المجتمع كله مجتمع شنو؟ مجتمع كافر. صفحة بعد ذلك. طيب قال والله سبحانه وتعالى يقول عن الحاكمين ديل الحكام، فهمت؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني ده كده بيفهمه للآية دي إنه الحكام كلهم كفار، ما في أي حاكم الآن موجود مسلم. وده فهم ناس من يا أخوانا، فهم ناس داعي ذاته، ده شيخك قال الكلام ده. ويقولون عن المحكومين ده منو؟ نحن يا أخوانا، نحن مش محكومين؟ يعني نحن ذاتنا كفار. الدليل شنو؟ قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن لله لمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون، اللي هو بيقصدنا نحن، لناس منهم. واعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركا كاتخاذهم عيسى ابن مريم ربا يؤلهونه ويعبدونه سواء. فهذه كتلك، يعني نحن ذاتنا المسلمين كتلك زي منهم اليهود والنصارى، خروج من العبودية لله وحده، فهي خروج من دين الله ومن شهادة أن لا إله إلا الله. ده تكفير يا أخوان ولا ما تكفير؟ ده تكفير. اعترف بالكلام ده منو؟ اعترف به القرضاوي. نحن بنشتري الكتب دي ما بتساوي عندنا حاجة، لكن بس عشان شنو؟ عشان نقيم الحجة. لسه أنا ما جيتك لصلاة الفاتح، لأنه أنت صلاة الفاتح دي قد تكون ما عارف، وإذا عارف دي مصيبة والله، لأنك أخو مسلم لازم تتوب من المنهج ده. لا في أنصار سنة، لا في برشلونة، في الكتاب والسنة بفهم السلف، فهمت؟ طيب مستقبل الأصولية الإسلامية. طيب قام تكلم القرضاوي، كتابه اسمه مستقبل الأصولية الإسلامية، كويس؟ اتكلم عن الحركات بتاعت الإصلاح في العالم الإسلامي اليوم، كويس؟ لا أنا ما داري. طيب هنا نمرة 17 قال فصيلة التكفير. لو داير أنا، لو أنت بتعتبر أنه أنا بحرف، أخليك تقرأ للناس. لو داير تعال خش، ما عندك مشكلة، خليك تقرأ للناس. فصيلة التكفير صفحة 17. طيب قال الكلام ده جابه من وين؟ قال وقد رد عليه مرشد الأخوان المسلمين الثاني الأستاذ حسن الهضيبي وهو في السجن بمقولات أملاها صدرت بعد ذلك في كتاب دعاة لا قضاة. ومما اعتمد عليه هذا الفصيل ظاهر بعض كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره في ظلال القرآن وما اختصره منه في كتاب معالم في الطريق، وقد كتب ذلك بين جدران السجن. التكفيرين اعتمدوا في التكفير بتاعهم والمنهج بتاعهم على شنو؟ على كتب سيد قطب، ظلال القرآن ومعالم في الطريق. ده كلام منو؟ ده كلام القرضاوي، وربنا قال وشهد شاهد شنو؟ من أهلها. ده من أقوى الأدلة عليك. فمنهجك ده منهج باطل، ده منهج الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: الخوارج كلاب النار، في سنن ابن ماجة. الكلام ده قلته أنا؟ ما قلته أنا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك إنك ما تقعد مع الخوارج. طيب كتاب ثاني، سيد قطب بيطعن في الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ده الكتاب ودي الفاتورة. وأنا من بداية المنبر قلت لك أنا لو كذبت عليك من حقك تعمل شنو؟ تمشي تفتح فوقي بلا ثاني. يا أخواننا في حجة؟ ثاني ما في حجة، ثاني ما في حجة. وإنت لو بقى نقاشك كده منطقي، ما شغل بتاع حتر زي جبال، ما عندنا مشكلة، تعال اتكلم، فهمت؟ طيب كتاب العدالة الاجتماعية، ومدح الكتاب بتاع العدالة الاجتماعية في كتاب معالم في الطريق. طيب صفحة 160. وبرضو قبل ما أجيك لده
التكفير في آخر صفحة من الكتاب ده، آخر صفحة. عشان كده أخواننا ما بجوز للزول يبقى أخو مسلم، ما يغشوك بلا ناشيد. وهذا شو أنت قال الآن؟ ما في ناس غشوم ناس داعش؟ أنت قال بتاع داعش ده بقول لك شنو؟ أراح النار؟ أخواننا النار نفر؟ ما في. بيجي بقول لك أراح الجنة، وإن هؤلاء كفار ولا بد من تحكيم الشريعة. صح، لكن ما بالكلام ده تقوم تكفر طوال. ده الشغل بتاع الأخوان المسلمين. طيب، قام بيتكلم عن الدعاة، الشغل بتاعهم شنو؟ إذا كان أنا بتكلم عن البرعي وعن الناس ديل، ده بيتكلم عن المسلمين كله، كلهم بيتكلم عنه. وأنا أديتك كلام من كتب، وأنت كلامك ده إملى وإنشى ساكت. الآن لو قلت لك أثبت لي كلامك ده، إن شاء الله من شيت، ما بتقدر تثبته. طيب، قال وحركات البعث الإسلامي اليوم في مفترق طرق، يعني يبدو في الدعوة ليش؟ قال ونقطة البدء الصحيحة في الطريق الصحيح هي أن تتبين الشرط الأساسي لوجود الإسلام أو عدم وجوده، وأن تستيقن أن وجود الإسلام اليوم قد توقف. نمشي لقدام، وأن لا تفزع لهذا التقرير الخطير. قال الناس ما يقوموا شنو؟ ما يقوموا يصيبهم الخوف، لأنه قلنا لهم الآن الإسلام وقف. قال ولا يتعاظمها الأمر فتحجم عن رؤيته والجهر به، وأن تعلم أنها تستهدف إعادة إنشاء الإسلام من جديد، أو بتعبير أدق رده مرة أخرى إلى حالة الوجود بعد أن توقف هذا الوجود فترة. هذا طريق، والطريق الآخر أن تظن هذه الحركات لحظة واحدة أن الإسلام قائم، وأن هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين هم فعلا مسلمون. ده تكفير ولا ما تكفير؟ ده تكفير. طيب نرجع لسيد قطب، أنا لسه بقيت النقاط ما جيت لها. سيد قطب صفحة 160 بيطعن في الصحابة، يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الصفحة 161. طيب قال وأخيرا بيتكلم عن الناس اللي خرجوا على عثمان رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن جراح في الجنة. نشوف سيد قطب بيتكلم مع أهل الجنة كيف. تجي تقول لي قال لك منو ما ولي، وقال لك منو البرعي ولي، ولي دي بيعرفوها كيف؟ الإمام القرطبي، أنا بديه كلام بتاع مراجع، ما شغل بتاع عواطف. سيد لا ليه ما ولي؟ وطيب لا ليه ولي؟ أنت قال الموضوع بيتحل كده؟ ليه ما ولي؟ لأنه الإمام القرطبي قال في الآية 34 من سورة البقرة، جيب الآن تفسير القرطبي نوريك. المسألة نمرة 9، القرطبي كتابه بيركز على الأحكام الفقهية. المسألة الفقهية نمرة 9 قال إنه ما بيجوز لإنسان يجزم لإنسان بأنه ولي. إذا خليك من البرع تطلع كتاب، زول ما طلع كفر ولا نشر كفر، قال لك ما بيجوز تجزم له إنه ولي. ليه؟ الإمام القرطبي قال العلماء، القرطبي ذاته بينقل عن العلماء، قال لأنه لو قلت فلان ولي لازم تشهد له إنه في الجنة، وما بيجوز لإنسان يشهد لإنسان بالجنة إلا إنسان ورد فيه نص. لو سألتني عن أبو بكر الصديق بقول لك ولي، بلال رضي الله عنه ولي، غيره من الصحابة بقول لك ولي. ليه؟ لأنه في أدلة. أنت عرفت ليه؟ لأنه في أدلة. أما تجي تقول لي مثلا البرعي ولي، الدليل شنو؟ ما في دليل. كدنا نمشي للمسألة دي ونرجع لك للجماعة دي. قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان، والناس اللي قتل عثمان دي الناس داعش، دي السلف بتاع داعش، وحاول يطعن في السلف بنجيها برضه، واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر. سيد قطب كذاب مفتري، والله ما اختلط فيها حق بباطل أصلا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد، لقى زول ماشي في الظهيرة والجزيرة العربية السخانة فيها شديدة ومتلفي بعمته، فقال لعبد الله بن عمر بشر هذا الماشي بالجنة، قال فكشفت عن وجهه فإذا هو عثمان. تقول لي اختلط فيها الحق بالباطل؟ فضل كم؟ طيب أن احنا نأجل المسألة دي إن شاء الله، بنواصل بعد الصلاة، نصلي ونجي. ولو برضو تاني عندك فرصة، نحن كذبنا عليك، أو في زول تاني داري الشجع يدافع برضو، الفرصة مفتوحة له، بعد ذاك يجي يواصل إن شاء الله بعد الصلاة، ونحن دارين الجامعة دي ترتغي النقاش فوق يبقى علمي. أما دقيناكم ودقيتونا وسكيناكم ده ما بينفع معنا.
هم أحق بحبنا تباع سنة أحمد الموعود. يا رب لا تتوفنا إلا على دين الرسول وملة التوحيد. فإن شاء الله يتواصل هذا المد السلفي ونترككم على خيار. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وقفنا في مسألة إنه سيد قطب يا أخواننا، وده نحن بنستدل به على إنه ده الدعوة دي دعوة باطلة، منهج الأخوان المسلمين، ويتفرع منهم مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي وغيرهم. وقال قبل قال انتوا تفرقتوا لسرورية ولغيرهم. السرورية هي نسبة إلى محمد ابن سرور ابن نايف زين العابدين، وهو كان في التنظيم العالمي للأخوان المسلمين. قاموا الأخوان المسلمين فصلوه أو هو مرق منهم، قام عمل مجلة السنة، والعلماء قالوا هي مجلة البدعة، ومشى لندن يكفر المسلمين من لندن هناك، فهمت؟ وغيره من الكلام، فده كله كذب ساكت. طيب نرجع لكلام سيد قطب في عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان، واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام. الناس الكتل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ديل من روح الإسلام، من روح الإسلام. والناس الكتل عثمان بن عفان هؤلاء هم الخوارج سلف داعش، ديل الناس الكفروا الصحابة. لما جاء يقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه انتظروا الصحابة لغاية ما مشوا كلهم لموسم الحج، فكان قاعد عثمان رضي الله عنه وقليل من الصحابة، وقاموا حاوطوا بيت عثمان رضي الله عنه. جاء مالك ابن الأشتر النخعي وغير من المجرمين، وديل ما فيهم واحد من الصحابة زي ما بيقولوا الشيعة المجرمين ويتبعهم على ذلك الترابي كذاب، فهمت؟ ديل قاموا طوالي حاصروا بيت عثمان. الصحابة الكبار رسلوا أولادهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسل الحسن والحسين عشان يدافعوا عن عثمان، أبو هريرة رضي الله عنه طلع سيفه دار يدافع عن عثمان. عثمان رضي الله عنه قال أنا ما داير زول يقتل من الأمة بسببي رضي الله عنه وأرضاه. يتكلم عنه سيد قطب ويقول الناس الكتلوا ديل على حق، كتلوا عثمان رضي الله عنه من أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والبخاري كان راكب في جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، قال فرجف بهم الجبل، فركضه النبي صلى الله عليه وسلم برجله ثم قال أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ده عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لما حاصره قام طلع على الناس قال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال فجهزته؟ قالوا نعم. جيش العسرة الناس كانوا في فخر شديد. عثمان رضي الله عنه جاب 700 ناقة، لما الباقي ما لقاو قام تمين فرس كلهم بأسلحة جاهزات. وبعد ذاك جاب للرسول عليه الصلاة والسلام جاب له مال حتى يتبلغ به في هذا الجيش. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. يتكلم فوقه شيخك سيد قطب ويطعن في عثمان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ده عثمان قال لهم كذا، قال لهم أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ قال فاشتريتها؟ قالوا نعم. يا أخي عثمان بن عفان رضي الله عنه العلماء قالوا ما يعرف أحد من الأولين والآخرين، دي ما اجتمعت في بني آدم، من الأولين والآخرين أرخى ستراً على ابنتي نبي إلا عثمان. بنتين النبي عليه الصلاة والسلام تزوجن عثمان بن عفان رضي الله عنه. جاء يطعن فوق شيخك سيد قطب شيخ الأخوان المسلمين وشيخ الجبهجية وشيخ الترابي وشيخ غيره من الناس، فهمت؟ وده حق، الكلام ده حق، لازم يا أخوان الناس تعرفه. وأوعك تورط نفسك تخش لك في جماعة من الجماعات، ولا نحن زي ما قال لك أخواننا عندنا تسجيلات،
نحن دارين نوريك الحق ده، تقرا قرايتك دي وتمشي تشتغل، تبلغ الشباب بتاعنا المسلمين ديل الدين الصحيح، وما تنتمي وتحارب الجماعات، مش ما تنتمي تحاربهم، لانه ديل تضيعوا الامه، ديل اخوان، والاخوان المسلمين ما مفرتقين. جناح الصادق عبد الله والتنظيم العالمي عرفتها، وجناح ما اعرف صادق عبد الله عبد الماجد، وجناح الترابي، وجناح ما اعرف ليك علي عثمان، وجناح الزبير بشير طه، وجناح غازي صلاح الدين، وجناح وجناح وداعش وغيرهم من الاخوان المسلمين. بالمناسبه حزب التحرير ذاته كان اخو مسلم، تقي الدين النبهاني فلسطيني، كان اخو مسلم مرق منه، عشان ما تيجي تقول لي تقسموا، انتوا برضكم ما تقسمتوا. طيب قال كلامك في عبد الحي ما عنده اصول. عبد الحي عنده رساله بتاع الدكتوره في جامعه ام درمان الاسلاميه، كتب كتاب وقال ده البحث اللي انا داير به والدكتوره من جامعه ام درمان الاسلاميه، اسمه الاستبداد السياسي في الكتاب والسنه بأصل لمنهج داعش. قال فنقول ان كثيرا من حكام المسلمين اليوم كفار. ده كلام منه؟ ده كلام عبد الحي يوسف، ده الرساله بتاعت الدكتوره بتاعته، احنا بنرجعك لمصادر ممكن تقعد تنجر ساي. قال الصوفيه، قال كل الجماعات بيستنكر، يعني كل الجماعات الاسلاميه ما مرجعيه الكتاب والسنه، ليه يعني تمشي تزعلنا نحن ازالهم؟ اسي زول بيطعن في عثمان ده مرجعيته الكتاب والسنه رضي الله عنه؟ فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه في بيعه الموت، بيعه الرضوان. طيب قال الصوفيه نشرت الدين الاسلامي، صح نشرته بالمنشار لكن ما نشرت الاسلام، ودي النقطه المهمه أسألني عنها في مساله البرعي وغيره. يا اخونا هوي الناس نشروا كتب، نشرت كتب للناس ما بنخليك ساكن. بعدين قاموا نشروا الكتب، قالوا الزول اللي بيطبق الكتب دي بيخش الجنه، ولا نشروا له زول كتب كتاب وهذا اللي طابع صورته ببره وجاب لك السيره الذاتيه بتاعته هنا، وقال امنح الدكتوراه الفخريه من الاسلاميه والجزيره والنيلين وجامعه كردفان، فهمت؟ واي كبري في البلد دي دارين يفتحوا بيجي البرع يبزغ فوقه عشان ما يجي واقع. انا ما عارف بتاع المنشيه ده ماله، البزاغ جله ولا الحاصي شنو، فهمت؟ المهم اي حاجه الناس في الركشات، العربات، المواصلات، الدكاكين، معلقين صوره الشيخ، تقول لي معلوم انا اوريك معلوم، ده كتابه كتابه، وده ما ودي ما في اي اساءه لبني ادم، ولا كفرناه ونحن. وانا بعدين بديك فرصه تجي توريني انت مش قلت مرجعيتنا الكتاب والسنه، توريني من الكتاب والسنه الكلام ده فهموا شنو. طيب بيتكلم عن شيخ احمد الطيب البشير هنا، قال عن الطيب الغوث المبارك منهجي ومشورتي في الناس ان يتطيبوا. قال عن الغوث، عن الطيب الغوث المبارك منهجي. الطيب الغوث من هنا ده كفر بالله، من هنا كفر بالله. البغيثك منه؟ ربنا قال في سوره الانفال اذ تستغيثون منه ربكم. الغياث هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. دي اول عقيده كفريه للبرعي من اول البيت ده من الدقائق الاولى. طيب نمشي لجوا. قال 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 اذا اتصلت كف المريد بكفه، يعني اذا بايعت الشيخ على الطريقه السمانيه على بيعه الرضوان في الحال يجذب، تبقى مجذوب. طيب طيب اذا بقيت اذا بايعت وبقيت مجذوب بيحصل لك شنو؟ قال وينظر في ام الكتاب. ام الكتاب ده شنو؟ ده شنو يا اخوانا؟ ده اللوح المحفوظ. قال ده قال قال لما تبايع احمد الطيب البشير قال بتنظر في ام الكتاب في اللوح المحفوظ، يعني وانا ما عارف اسمه، ربنا قال في لوح محفوظ مش في صوره البروج، صح؟ اسمه محفوظ ليه؟ اذا كان ده بيتاوق والبرعي بيشيل نظره من قصاد الطاقه، ده بيتين بقى محفوظ، بقى محفوظ كيف؟ قال قال وينظر في ام الكتاب ويهتدي برؤيته من كان للمال ينهب. بس يشوف الشيخ كده طوالب يبقى مهتدي. طيب ابو لهب ما شاف الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ها ابو طالب، انت ما قرك في الروضه يا اخو مسلم؟ وابو طالب عمه كان بيدافع عنه، ما قرك؟ كان بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. بعد ابو طالب في النار شاف الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حضروا في وقت الوفاء وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وديل بيقولوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟
تخلي دين أبواتك. فقال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. معناته عند البرعي، أنت قلت لنا البرعي ماله نوريك، معناته عند البرعي إنه أحمد الطيب البشير أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أحمد الطيب بشوفه بيهتدي، والرسول صلى الله عليه وسلم عمه ذات ما هدى. أهدي تمشي منا وين؟ ده سؤال نمرة واحد. أكتب وينه؟ قاعد؟ أكتب أكتب أيوة. طيب أكتب، خلي الفيسبوك أكتب. طيب قال ومن زاره، ومن زاره لله ثم أحبه بصدق له تاج الولاية يوهب. بيبقى ولي طوالي، بس زرت الشيخ في البنية حي وميت طوالي أنت تبقى ولي. وربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وانت لا قبل ما تميت ليه؟ قال ده دليل على انه اتجاني ولي. طيب الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده مثلا دليل على منه؟ ها مثلا دليل على انه اي زول ولي؟ هل ده دليل؟ ها ده دليل مثلا؟ يا اخواننا لابد في الدليل من وجه للاستدلال، مش في حاجه زي دي؟ مش هنا في دراسات اسلاميه؟ ها مش في حاجه اسمها وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال من الايه يجي؟ ربنا قال ألا إن أولياء الله، ولا قال ألا إن الصوفية؟ أولياء الله دي مفتوحة وما بتخش الجنة إلا تبقى ولي. ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منو يا الله؟ ربنا قال الذين آمنوا وكانوا شنو؟ يتقون. فلا بد من صفتين، الصفة الأولى شنو؟ الإيمان التوحيد، وده في البرع ماف، الدليل كتابه. الصفة الثانية التقوى، وده برضو في البرع ماف، الدليل شنو؟ برضو كتاب. فهمت؟ فالصفتين ديل في، الصفتين ديل في الأولياء. الإيمان محل القلب، الإيمان محل القلب، الدليل شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى شنو؟ في قلوبكم. وربنا قال ولما يدخل الإيمان وين؟ في قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى شنو؟ أشار إلى القلب. أنت لو دار تقول لي البرع ولي، إما تجيب لي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أو آية إنه البرع ولي، أو تقول لي أنا شفت الإيمان بتاعه والتقوى، وتجيب معك إيمانوميتر عشان نقيس الإيمان بتاعه والتقوى حقته، نشوف إيمانه كيف حصل الباص طوالي، شنو ندخله مع الأولياء. ما أنت قال الدين الإسلامي لعب ساي؟ الدين الإسلامي ما فوقه جماعات، جماعة الإخوان المسلمين دي منهجة بوديك جهنم، عديل كده. الصوفية منهجة بوديك جهنم. ونحن لما نحكم كده يا اخواننا بنحكم على منهج، ما بنحكم على اشخاص. انا الان ما بقول سيد قطب في جهنم ولا حسن البنا في جهنم، بقول منهجه. منهجه معناه شنو؟ يعني انت لو دار تبقى صوفي بتعمل شنو؟ بتنادي الشيوخ، بتبرك للشيخ، تعصر كرعينه، تشرب مويه الوضوء، مش ده الحاصل؟ لو دار تبقى صوفي ده اسمه منهج. المنهج ده بوديك جهنم، لكن عشان اقول فلان علان واد حبوبه واد فلان في جهنم، ده ما حقي انا، لانه انا الجنه والنار ما حقتي انا. عشان ما تمشوا تكذبوا للناس، ديل دخلوا الناس الجنه ودخلوا الناس النار وكفروا الناس، ما كفرنا اي زول. انت رايك شنو في الكلام ده؟ طيب بيتكلم قال وقد تفل المختار، برأي ده كذاب ولي بتاع شنو؟ قال وقد تفل المختار، لو داير تعال اقرا في فيه تفله، انت اخواننا معي؟ قال وقد تفل المختار في فيه تفله، معناها شنو؟ معناه النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ تفل في خشم أحمد الطيب البشير. والله ده كلام غريب ذاته. قال فنال بها علما عن الغير يحجب، وده كفر ثاني. برع ده ديوان، وده كله كفر بالله. فهمت؟ كله كفر بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم تفل في وشو في خشمه بتين. يا ناس انتوا بتلعبوا علينا ولا شنو؟ البرع ده مات 2005، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين البرع كم سنة؟ وبين أحمد الطيب البشير. الرسول صلى الله عليه وسلم بزغ في خشمه. يا ناس ما تلعبوا علينا يا اخي. يعني شنو يعني؟ نفترض انه بزغ في خشمه عشان شنو؟ عشان انت تمشي للشيخ يبزغ لك برضه. والله اجد ما عشان يبركك، ولا كتب ليه؟ طيب. قال ومن زاره لله ثم احبه. لا لا ده قريناه مش؟ قال ولم يحتيب عنه الرسول لانه الى ذاته منكم وللقوم اقرب. إلى أن يقول ألم ترى أن الله أيده، ده أحمد الطيب، بما يقوم مقام المعجزات يناسبه. يا أخوانا في حاجة بتقوم مقام المعجزات؟
قال لك دعنا أحمد الطيب، كلام ده كفر. ربنا قال في سورة الأنعام: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال الإمام الطبري رحمه الله في التفسير: أي حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من المعجزات. عرفت الكلام ده كيف؟ التنظير ولا ناشد ما بتحلك، أو تخلي المنهج ده، ودي نصيحتنا لك، لا داري منك حاجة ولا أي حاجة. طيب قال: طيب المعجزات بتاعته زي شنو؟ قال: كإحيائه ميتا. دمنه ده دمنه أحمد الطيب البشير، قال بيحيي الأموات. وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى، كما نمسك الكبيرة دي، وبعد وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. الكلام ده جابه وين البرعي؟ جابه من كتاب اسمه زهير الرياض تاع عبد المحمود نور الدايم، اللي هو قبره في طابة هنا في الحصحيصة. قال: من كرامات الشيخ أحمد الطيب جاء واحد قال له: أبويا الشيخ أنا عندي 6 بنات وداري لي ولد، وإنت لو دار الولد تمشي وين؟ تسأل الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لك: نبي كريم ما عنده ولد، زكريا عليه السلام، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ده مرتبته في الولاية شنو؟ نبي. نبي. ربنا قال: إذ نادى ربه نداء خفية، سأل الله قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي شنو؟ عاقرة. يعني الأسباب المادية عشان يجيبوا له ولد شنو؟ ما في. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ده نبي نادى الله. ده قال لك مشى لأحمد الطيب قال له أنا ها، قال له: طيب أنت عشان نديك ولد والتسنين، وبعد ذاك الولد يخش أولى روضة وكذا وبتاع، ده موضوع طويل، أنت داير ولد يساعدك. فقال له: عندك بيت؟ قال له: هاي 6 بنات. قال له: جيب واحدة بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. قام جاب له قال: فأحضر من اختارها منهن. قال: فمسح الشيخ يده عليها، ودي أول مخالفة، لأنه ما إنسان إنه يهبش هنا أخوانا، يهبش البنات حرام في الشريعة الإسلامية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قلت كتاب وسنة، والله إلا تشرد الليل، كتاب وسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ده كلام الرسول أخوانا، ده ما كلام حزب ولا جماعة ولا أولته، ولو قلت أنا أولته تعال اشرح لي، ده دي لغة عربية، الله ما تقدر تشرح أصلا إلا بالمعنى ده، ما بيجوز إنك تهبش لك مرأة. فالشيخ مش يهبش مرأة، قال عمل لها إسكانين كده من فوق لتحت، فهمت؟ قال: فانقلبت ذكرا من حينها، قلبة طوالي، والله يدي لو بيت حلال مولد ما تقلب. قال: قلبة، تقدر تقلبها أنت؟ يا أخواننا أبو جهل ما بيعتقد العقائد دي، ربنا قال عن أبو جهل والمشركين للرسول صلى الله عليه وسلم: اسألهم عن الحاجات دي. ربنا قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وربنا قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل جنو لخلق الله. وبعدين قالب ليه الآن الزول ده دافع عن البرعي يلزم الآن يجاوب لنا؟ ده سؤال رقم كم؟ رقم 3 مش؟ قالب ليه المرة ماله؟ عيب جنو الليلة اتورطت انت، المرة عيب جنو ليه قالبة؟ المرة دي ما أمي أنا وأمك أنت وأختي أنا وأختك أنت، ولا قدام لو ربنا وفقك زوجتي أنا وزوجتك أنت، فهمت؟ وبنتي أنا وبنتك أنت وخالتي وعمتك إلى آخر، ليه قالبة؟ سؤال ليه؟ الصوفية ما بتؤمنوا إنه النسوان كويسات ولا شنو؟ عندكم اضطهاد ضد المرأة؟ ما بخليك، ما ده جواب، ده سؤال لازم تجاوب عليه، فهمت؟ طيب أنت شبكت فينا شبكة شديدة خلاص، وداري طلعنا نحن داعش، يا ود الحلال زي ما قال أخواننا، لو نحن داعش ما بنعمل ركن، ونجيك بكاميرا وكلام ظريف، يا طوالي بجيك بحزام ناسف، أنا قريت هندسة كهرباء، بعرف الحزام الناسف، فهمت؟ بابا أنت بتجي تكون شغال سليم القلب لا أحمل للناس والحب، بعمل لك حزام ناسف بالموبايل بالمسكول بس، بديك كده تاني لا بيلقوك أنت لا بيلقوا الحبي، والله جد، فهمت؟ فما تتقص هاي، ما تتقص. فنحن ما داعش يا أخي، داعش يا أخواننا ما في داعش بيجي بناقشك، داعش لو جا ناقشك الله اداك، داعش بيجي بيلقى الناس قاعدين، يقول لك هؤلاء كفار، هؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله، زي عقيدة الشيخ وسيد قطب، و إلى آخر، يقوم يفجر الناس، ده ناس داعش، ده ناس داعش، بعدين قبل قال الكلباني من الجماعة بتاعنكم السلفيين، الكلباني ردوا عليه والعلماء زمان، ده زول كلبي ساي، كلباني زول كلبي ساي ده بيجوز في الغنى وبيجوز في شنو، زول مستهبل، ده زول أخو مسلم،
فهمت؟ ونحن ما يا اخوي الموضوع مش انه من السعوديه، ابو لهب ده جاي من هناي، جاي من الرتينه بقت، ابو لهب ده ما من السعوديه، ابو لهب ده ما من السعوديه، ما اي شيء جاء من السعوديه نحن بينفع معانا يا زول، فهمت؟ السعوديه فيها علمانيين، فيها اخوان مسلمين، فيها صوفيه، السعوديه ذاتها موجودين، فيها شيعه، فهمت؟ فنحن ما اي حاجه جاء من السعوديه، وده ما يطعن في السعوديه، السعوديه الحمد لله علماء فيها موجودين، علماء ما عندهم لعب. طيب نرجع للبرعي، وقال انا خليته ما بخليه. طيب قال كإحيائه ميتا، وده تشكيك من البرعي. القصائد دي الناس بيقولوها في المواصلات، خطورتها شنو يا اخواننا؟ انه نحن اهلنا، نحن اهلنا، اهلنا اهلي انا واهلك انت بيعتقدوا العقائد دي يا اخواننا. اللي بيحيي الاموات منه؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى حكى عن ابراهيم في سورة الشعراء، قال والذي هو يميتني ثم شنو؟ ثم يحيين. ربنا قال والله يحيي ويميت، الإحياء والإماتة. ربنا قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ربنا تحدي، قال لهم في أربع حاجات، الأولياء بتعنكم بيعملوا واحدة من ديل؟ ما في، ما في. طيب إلى أن يقول ومن قال هذا قبر أحمد، أول عليك الله ركز في الكذبة المحيرة الجديدة دي، قال ومن قال هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه. عرفت؟ يعني أنت بتحفر مثلا الأخ المسلم ده أو غير من الناس، مشيت ولخبطت وخلطت وانت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعت خمنا لا انت لقوك لا انا الى اخر، وبعد ذاك مشيت لخبطت تمام وجيت مت، قالوا عشان ما تعذب في القبر الزول اللي بيحفر قبرك، انت طبعا تابع للسمانيه والشيخ قال لك ما عندك مشكله العب زي ما داير، فهمت؟ لما يجي يحفروا قبرك بس تلعب، لكن تموت مع السمانيه ودي الورطه ذاتها. وطيب لو مت في امريكا، جاتني مثلا منحه انه امشي احضر في امريكا وهناك مت، طيب ما تورطت ولا ما تورطت؟ تكون منتظر الجماعة يدقوا لك طورية، فهمت؟ ويجوك الملكين بينجموك، فهمت؟ فده قال لما تجي تحفر مثلا اسمه عبد الله، عبد الله عبد الرحمن مثلا، لما يجي يحفروا القبر يقولوا هذا قبر أحمد الطيب، البرعي قال لك فصاحبه في القبر ليس يعذب، ما بيعذبوه، يعني هي تبقى شنو؟ منطقة محظورة حقت أحمد الطيب. عشان كده في الكتاب، في الكتاب قال باب، كتاب زهير الرياض بتاع عبد المحمود نور الدايم، قال باب في إحياء للموتى وإبرائه لذوي العاهات. قال من كرامات، من كرامات أحمد الطيب البشير إنه بيحيي الموتى ويبري ذوي العاهات. بقوا زي منه؟ زي منه؟ زي عيسى عليه السلام وعيسى رسول، وده كله كان بإذن الله أي بوحي الله، ديل ما عندهم، مين ده موضوع ثاني. فديل بيجي يقول لك الأولياء بيحيوا الأموات وغيره من المسائل. طيب كده خلينا من المسائل دي نمشي نواصل، لانه شكله الليله المنبر حافل بالنقاش، عشان ما انا اقوم نمشي بيجي اقول لك وين امه؟ هو وينه؟ هذا اللي انا قاعد. طيب ده البرعي بس، ولسه انا ما جيتك بتاع القادريه اللي بيقول لك انا الله عديل، عديل كده، هنا هذا اللي قاعد. خلي بس ده لو واحد ثاني دقس، وربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. انت لو جيت خاشي، انت الان قلت ان احنا منهجنا منهج داعش والتكفير، جيب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية افتحها هنا، قول ابن تيمية قال كده وكفر المسلمين، محمد بن عبد الوهاب قال كده وكفر المسلمين، ده يبقى نقاش منطقي. لكن تجيني بيدينك وتقعد تكذب، انا ما بخلي، فهمت؟ ما تفتري الكذب. قال الصوفية نشرت الدين الاسلامي، هذا الدين نشرته الصوفية، قباب واضرحة والناس يطوفوا بالقبور وغيرها من المسائل، ويكتبوا للناس حجبات ياكلوا قروش الناس وغيرها من البلاوي والمسائل. طيب قال قاعدين تطلعوا ده كافر وده مسلم، ما طلعنا زول كافر ولا مسلم، قلنا ده كده والكلام ده حكمه كفر، لكن ما تكلمنا عن الزول انه كافر ولا ما كافر، ده ما موضوعنا. منو قال لك البرعي والمكاش في ما ولي؟ بينا بالادله، قال لك الامام القرطبي. طيب قال التجانيه نشروا الدين في غرب افريقيا، صح نشروه زي ما قلنا قبل، نشروه بالمنشار. الدليل كتاب جواهر المعاني، ده اكبر كتاب للطريقه التجانيه في العالم كله، كتاب ده فهم ده. عنده كتاب ثاني اسمه الفتح الرباني من جواهر المعاني،
عنده كتاب تاني اسمه الدرة الخريدة، فهمت؟ وغيره من الكتب. الواد ده قبل لما جه قال أخو مسلم، أخو مسلم وصوفي، فهمت؟ يعني حاجات شنو؟ حاجات مختلطة، ده منهج أخو مسلم وتجاني، دي ذاتها غريبة مرة واحدة. أنت الأخوان المسلمين مالين عينك ولا شنو؟ ها؟ ولا التجانية ما مالين عينك؟ التجاني قال لك تبقى ما تجاني، التجانية قالوا الزول اللي بيبقى ما تجاني قال فإنه يخشى عليه سوى الخاتم. ديل التجانية ده مانا، ها؟ مش يلاقي التجانية. طيب نمشي لصلاة الفاتح اللي بدأ بها كلام الجبيل. بدأ بها كلام الجبيل. صفحة كم هي؟ طيب صفحة 57 صلاة الفاتح، وهي أن يقول الإنسان اللهم صل على نبينا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم بحق قدري ومقداري العظيم. قال الرسول الدار عديل يقظة لا منام، عديل كده على عينك يا تاجر. وقام ده ذاته استدل بالحديث وأنا بوريك فهمه شنو. طيب قال ثم أمرني بالرجوع، قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم أداه صلاة الفاتح، بعد ذاك أداه ذكر ثاني قال له ارجع لصلاة الفاتح. قال ثم أمرني بالرجوع إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها، أخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات، وربنا سبحانه وتعالى قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، شنو يا أخوانا؟ لا يأتون بمثله. وربنا قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يا كيف أنت تبدأ بصلاة الفاتح؟ أنت قال لما تقول الكفر ده بتغزني يعني أنا بينقص مني شنو يعني؟ ها؟ ما بتنقص مني حاجة، أنا ما بتضرني بشيء، أنت بتضر نفسك. ده كلام التجانية. أنا بعتبرك أنت الآن الكتب دي ما اطلعت عليها لأنك طوالي قاعد تنكر فيها. قلت لك الدار السودانية بتاعت الكتب دي هي دار للأخوان المسلمين، رئيس ذاته مسؤول منها ده أخو مسلم زيك كده نفس المنهج، وعندهم قسم كامل للصوفية وقسم كامل لسيد قطب وقسم كامل للقرضاوي ولغيره من الأخوان المسلمين، فهمت؟ دي المرة الأولى. ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 6000 مرة، فهمت؟ فهمت الكفر ده كيف؟ تفضل كلام مخلوق من المخلوقات على كلام ربنا سبحانه وتعالى، وتجي تبدأ هنا بصلاة الفاتح. انت عارف بمنهج سيد قطب انت كافر، بمنهج سيد قطب ما بمنهج يعني، ولو داير بمرق لك بمنهج سيد قطب. فانت يا اخ ما تقول كلام سائر، كلام ده كفر يا اخونا، ما بتضرنا حاجة، والله ما بتضرني حاجة، ولا أنا نازل انتخابات، ولا أنا جاي هنا عشان نازل يتكيفوا مني ويجي يصوتوا لي، ما هذا أنا ده ما شغلي، أنا دارجي أوري الناس زي الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ودارجي أوريهم المناهج منحرفة، وده من منهج الإسلام، ولو في زول بعدين داري غالط برضو عندنا عليه ودل، ما كلام ساي. طيب قال أنت عملت شنو غير طلعت فيها الناس كفار؟ وين طلعتهم؟ ما في، ما تكذب، وأنا قاعد تكذب كمان. طيب قال كلها قوالات وكلام محرف، قوالات هذه لا جبناها لك من الكتب. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال سيقول السفهاء من الناس، تقدر تقول دي قوالات؟ لابد تبين الزول القال. الآن في التربية المدارس بتاعت التربية، في مدارس ولا ما في؟ ها في مدارس ولا ما في؟ في مدرسة اسمها شنو؟ ها مدرسة؟ لا المدارس بتاعت التربية لما يقروك في التربية دي مش في حاجة اسمها معارف علم نفسي، المهم في حاجة زي دي يقول لك في التربية الجنسية بتاعت ناس فرويد، مش في مدرسة زي دي، فهمت؟ وتاني في مدرسة المادية وفي مدارس زي دي، الموضوع ده موجود كويس. انت الكلام ده كلام بتقوله كلام غريب، دي ما كلها قوالات؟ دي ما برضو كلها قوالات، معناها نخلي اي حاجة. الان نخلي التربية برضو قوالات، يعني انت لو دار تحفظ، لو دار تعرف تتعلم اللغة العربية لازم تحفظ قوالات ابن مالك، ولازم تحفظ قوالات محمد ابن آجروم الصنهاجي، سمعت بالكلام ده؟ وغيره من علماء اللغة العربية، ولازم تحفظ قوالات سيبويه، ولازم تحفظ قوالات تاني منو؟ ها؟ ابن مالك، وغيره من العلماء،
فما موضوع ما قوالات يا اخونا، دي ما طريقة علمية. قوالات، القوالات دي بتودي جهنم، رايك فيها شنو؟ طيب، قال الشيخ التجاني رضي الله عنه، الشيخ التجاني رضي الله عنه، رضي الله عنه دي بالصحابة، ربنا قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف تقول التجاني رضي الله عنه؟ ما هو دليلك؟ ده برضو سؤال نمرة كم؟ من 4 ولا 5. طيب، قال فلا تتبعوا السبل، وربنا قال يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام. نظام دار يضرب القرآن مع بعض. ربنا قال فلا تتبعوا السبل، ده الباطل، وقال يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، دي سبل الحق. العلماء قالوا زي شنو؟ قالوا الإسلام كسبيل واحد، ربنا قال وأن هذا صراطي، يعني زول دار يطلع كلام الله متناقض، دار يطلع كلام الله شنو؟ متناقض. ربنا قال وأن هذا صراطي، صراط ده مفرد ولا جمع؟ ها؟ مفرد. وأن هذا صراطي، وبعد ذلك قال مستقيما ليؤكد أنه مستقيم وليؤكد أنه واحد. قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الإسلام كدين هو صراط واحد، لكن السبل بتاعت الخير في الإسلام كثيرة، الصلاة، الصيام، غيرها من شرائع الإسلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة عندها كم باب؟ 8 أبواب. دي كلها سبل بتاعت خير، باب الريال للصيام، باب الصلاة، باب الجهاد، غيرها من شنو؟ من الأبواب. فسبل السلام المقصود بها هي الطاعات، وليس المقصود بها التجانية والأخوان المسلمين والجبهجية وغيره. طيب، قال وكقوله تعالى إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الآية دي وين؟ دي وين الآية دي؟ تقدر تمرق علينا؟ ده سؤال، مرق علينا الآية دي. إنا هديناه النجدين، قال أنا كاتب كلامه بالنص، ها؟ دي فيها تصورة دي، إنا هديناه النجدين. والله ما تقدر تمرق ولا سيد قطب ما يقدر يمرق الآية دي. دي آية وين دي؟ لقيتوا تحرف القرآن كمان؟ ها؟ ربنا قال إنا هديناه السبيل، ودرد عليك وجاب الآية دي عشان يستدل بها على شنو؟ على انه سبل كتار. وربنا قال إنا هديناه السبيل، والالف واللام بتدخل على الجمع. يا اخواننا دي دخلوها كيف ذاته. طيب، نمشي لقدام. قال حديث روية النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام قال فسيراني، وفي في 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 قال في رواية فقد رآني، وفي رواية رآني، هذه وردت. لكن تفاسير ابن حجر في فتح الباري كلها ما قال فيها واحد إنه فسيراني، يعني يجيني النبي صلى الله عليه وسلم عديل بشحم ولحم، ما في واحد من العلماء قال كده. إذا قلت كده إنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيجيك بشحم ولحم ودم عليه الصلاة والسلام، معناه الصحابة دفنوا الرسول حي ولا كيف؟ معناه دفنوا حي. هل بيجوز إنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيخرج من قبره فهمته وبيجيك عديل يقظة لا مناما عديل كده، هل بيجوز دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بيجوز؟ جاوب على السؤال ده. ابن حجر قال كده؟ ما قال، اوعى تكذب. طيب، اما الروايه بتاعت فسيراني في اليقظه او فقد رآني، فقد رآني طبعا دي ما فيها اشكال، لانه الزول اللي بيشوف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في النوم دي ما فيها اشكال، ما فيها اشكال، لكن بشرط العلماء قالوا انك تحفظ اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الوارده في السنه. فهمت؟ يعني واحد قال أحد العلماء ابن عباس لعله أو ابن سيرين، قال له رأيت الرسول، قال له وصفه، فبقى يوصفه، قال له كده أنت رأيته، لكن ما ممكن تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده عمة كبيرة وكان عنده شنب كبير، أنت معناه رأيت عمر الجزلي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ فلا بد ترى النبي، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه الحقيقية. هنا دي ما فيها إشكال، لكن الإشكال وين؟ في فسيراني في اليقظة. فسيراني في اليقظة العلماء قالوا عندها تفاسير، من التفاسير انه الصحابي اذا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بيشوفه عديل، او انه الاعرابي الما مسلم، الاعرابي الما مسلم مثلا حيسلم لانه شاف اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، بيمشي يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم، او قالوا ده يوم القيامه، يجي يوم القيامه ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى بالخير، ما في اشكال. نفترض معك جدلا انه كلامك صح، ابن حجر قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي عديل. طيب، داير يعني الكلام ده نستفيد منه شنو؟ نستفيد منه الصوفية دي، انت لسه النقطة دي ما وصلتها. الصوفية بيقولوا بيجي لنا بدين جديد، وده اللي قال عنه
اللي قال عنه البرعي قال علم عن الغير يحجبه، اللي هو بسموه علم الباطل، بيقول لك علم الظاهر وعلم الباطل، فهمت؟ الشيخ جبال قلنا مثل اليد، مثل المرأة، ده في الظاهر عندك حرام لأنه انت علم الشريعة. أما الأولياء بتاعنا الصوفية يقول لك ده علم الباطن، أنت ما بتعرف حاجة زي دي يقول لك، فهمت؟ عشان كده الشيخ ممكن تلقاه بيشرب مريسة، كما جاء في كتاب طبقات والضيف الله، طباعة الدار السودانية للكتب، وطباعة في مصر توزع في مدني مضوي، وطباعة دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر. قالوا الشيخ خليل الرومي الأولياء قال بتاعنا السودان، قال وهو دنقلاوي سكن الصعيد وتعبد في سركم، من كراماته إنه جاء واحد قال له يا شيخ شردت لي خادم، فاسأل الله يردها لي، لهنا ما عندنا مشكلة، تمشي لزول تحسب فيه والصلاة عقيدته كويسة، تقول لي يا فلان أسأل لي الله ينجحني ربنا في الجامعة، يشغلوني في محل كويس، ما في إشكال، اسأل لك الله مش تناديه، كويس؟ قال له كويس، قال له لكن عندي لك شرط مكتوب بالدارج الكتاب، قال جيب برمة مريسة وبصلة وديكن خصية، ده قام جاب له برمتين مريسة وبصلتين وديكن خصية، فهمت؟ قال فصف المريسة هو وضع ناقلته، فهمت؟ فشربها ووضع ناقلته، كمان صفها عشان يضبط الباسم بتاعه، فهمت؟ فده دي الصوفية كده، دي الصوفية بتاعتهم، ده علم الباطن وعلم الظاهر. الصوفية بجيبوا الحديث اللي انت ذكرته ليه؟ عشان يقول لك ان احنا بنعمل حاجات، ها؟ لما انت تقول له الدليل وين؟ يقول لك الرسول لاقاني يقظة لا منام. إذا افترضنا معاك إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاك يقظة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيجيك بدين جديد، لأنه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الآية دي فيهما من كده منو؟ فيهما الإمام مالك قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. وعائشة رضي الله عنها قالت في البخاري ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، وفي لفظ فقد أعظم على الله الفرية، منها من الثلاثة ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة، لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكتم آية كان كتم دي، فما تلعب ساي، استدالك ده باطل، ده نجير بتاع صوفية ساكن. قال كل الجماعات تستند على الكتاب والسنة، قبل ورينا إنه لابد من فهم الكتاب والسنة بفهم شنو يا أخوانا الصالح، ما هسي ممكن الكيزان ذاتهم يدقوا الناس بالسيخ ويستدلوا لك بالقرآن، يقول لك ربنا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يقوم يجور سيخة ويضربك، ده غراء يا أخوانا، ده غران ولا ما غران؟ فهموا كده صح؟ الفهم ده كده صحيح؟ إنه أنزلنا الحديث فيه بأس شديد أجي أدق الطلبة، ده فهم صحيح؟ يقول لك يا زول دي ما آية، عندك رأي في القرآن؟ تاني يديك سيخة زيادة، ده دليل؟ فأنت لابد يكون في حكم، ما يزول بيقول كتاب وسنة نحن بنسلم له، لا، لابد يجيب بفهم الصحابة وفهم الأئمة زي الإمام مالك وغيره. قال الشافعي قال من تصوف ولم يتفقه فقد شنو كده؟ ياخذ الكلام ده كله، شوف الكلام ده كله، هو أصلا ما قال كده، الكلام ده ذاته نقله ابن تيمية، ديمي عشان تزيد الشبهة بتاعتك، عشان لما تجي المرة الجاية تقول ابن تيمية شيخكم قال، فهمت؟ أيوه أكتب، ممتاز جدا، ده الساينمنت مجاني. طيب، فابن تيمية ذاته نقل الكلام ده، قال من تحقق، وده ذاته ما قاله الشافعي. يا أخي نفترض قاله الشافعي، الشافعي برضه قال ما تصوف أحد أول النهار إلا ومر عليه آخر النهار وهو أحمق. ده الشافعي. الإمام القرطبي المالكي سألوا قالوا له في ناس بيأكلوا كثير وبعد ما يأكلوا يشبعوا يقوموا ينططوا يدقوا النوبة، ديل منو؟ ديل ناس داعش؟ ديل الصوفية، فهمت؟ قالوا له رأيك في الكلام ده شنو؟ الإمام القرطبي قال قال الإمام أبو بكر الطرطوشي، الكلام ده في سورة طه في تفسير القرطبي، قال لما سألوا عن السؤال ده رأيك شنو في الرجيز ده؟ قال يرحمك الله مذهب الصوفية، عشان ما تقول أنا شيل فرارك وامشي للقرطبي، فهمت؟ قال مذهب الصوفية مذهب بطالة وضلالة وجهالة وجهالة، فهمت؟ ده كلام منو؟ ده كلام الإمام القرطبي نقل عن الإمام الطرطوشي. قال وأما اتخاذ القضيب، يعني اللي هو الضرب بحاجة كده بيسموها القضيب،
في الجلد اللي هو النوبات، قال فإنه من فعل أصحاب السامري. أصحاب السامري اللي هو الفرد بتاعين فرعون، ديلا الشلة بتاعت فرعون، فهمت؟ فأنت بتستدل بشنو أنت؟ أنا ما عارف الود ده بيجيب كلامه من وين. قال النووي كان ما تريدي، النووي كان مضطرب، مضطرب كان عنده أشعريات لكن ما كان ما تريدي. طيب نفترض أنه كان ما تريدي، ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى النووي، فردوه إلى الله والرسول. طيب قال علماء الأمة أشاعرة وما ترودية. الأشاعرة علماء الأمة قال كلهم السلف كلهم أشاعرة وما ترودية. الأشاعرة منسوبين نسبة إلى رجل يسمى منه أبو الحسن الأشعري، ده ما من الصحابة ولا من الأئمة الأربعة، ده جاء بعدهم وبعد ده تاب. المذهب ده تاب، كان معتزلي قبل الأشاعرة، بقى أشعري بعد ذاك رجع إلى مذهب السلف، وألف كتاب اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أكتب الكلام ده برضه، فهمت؟ واحد تاني اسمه أبو منصور الماتريدي، وشبههم نحن عارفيننا، شبه عاطلة وشبه فاشلة ما فيها أي حاجة. طيب تاني قال حاجة، تاني ما في حاجة، فرصة مفتوحة للمداخلات. قطية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.